الطوائف المسيحية بدها تطلع طيارات. هالطيارات ما إلها قيمة إلا إذا راحت تحالفت مع طيارات أخرى من كيانات مذهبية أخرى لتألف كتلة وطنية على المستوى الوطني اللبناني. أنت شو بتكون أه بتكون أنتشت انتبه ممثلين حقيقيين لطوائفهم بيروحوا بيقعدوا على طاولة بيدرسوا كيفية إنتاج البلد الوطني والقانون الخارج إطار القيد الطائفي ليكون عندهم قدرة على البحث بهيك موضوع. أنا بيجي بخلقك بلجك من كنفي وبقول لك تعال اقعد انا وياك نبحث الغاء الطائفيه السياسيه، كيف بدك تقدر انت؟ طيب ما جربها الرئيس بري سنه 94 بس كلفني وكلم باسم هيئه مكتب المجلس بعد ما عمل خطابه عند الارمن الكاثوليك امره مع الزعامات الروحيه لنعمل الغاء الطائفيه السياسيه. طيب شو دكتور عم بيعمل لك توصيف عم بيعمل لك توصيف موضوعي وعلمي طيب. يعني هذا التشخيص طيب. هذا التشخيص الا يعني الا يفترض حكي عن الدستور مش هيك؟ وقال شو بنص الدستور المادة 22 والبند طه من مقدم الدستور، بس نسي انه بالدستور بالمادة 27 بتقول انه النائب هو ممثل للأمة جمعاء وليس ممثل لطائفة او فريق معين. هي ضربة للدستور، هيدي ضربة للدستور. شكرا. الدستور بيقول لا سر... كفي 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 لا لا معلش ما هي كل نقطة بنقطتها هي مادة دستورية مضطربة. النائب يمثل أمة جمعاء دولة الرئيس الدستور. هلا بصير يمثل المذهب. خليني تعشو كمان بس خليني لك شغلة صار يطلع هيك شوية نكات إنه إنه بعد شوي كل فئة الدم رح يصير عندها دائرة. إيه روي خليني لك هلا عمليا هيك بيصير حتى بالحياة العملية. عمليا هلا عم يصير. إيه هلا بقول لك أنا برهن لك. تفضل لك اسمعني لك لايك. مين أبي يطلع نواب النبطية؟ مين؟ مين؟ طوائف المختلطة؟ لا الأكترية بالمنطقة. أي أكترية؟ جاوبني جواب. شيعة شيعة شيعة. في نسيج اجتماعي، في نسيج اجتماعي بلبنان بنلغيه. مين أبي يطلع مين أبي يطلع النسيج الاجتماعي ما بيكون ما بنلغيه ما بيكون على حساب المسيحيين. اسمعني جواب. مين أبي يطلع نواب كسروان؟ مين؟ مش الموارنة؟ مين أبي يطلع نواب الضمنية؟ السنة. تعرف إنه من أصل 128 نائب موجودين 95 نائب بيطلعوا بأصوات الطوائف. إذا كيف اكتسب صفة تمثيل الأمة جمعاء؟ صفة تمثيل الأمة جمعاء التي وردت بالبيت 27 يكتسبها من نجح في الانتخابات بعد انتخابي وليس قبل انتخابي. ما من حل بعدين أنا شو إجي أقول لك؟ أنا أقول لك لبنان دائرة وحدة. من يمثل الأمة جمعاء؟ الذي يمثل لبنان دائرة وحدة أو الذي يمثل زمو من زوميء لبنان؟ من يمثل الأمة جمعاء؟ نائب عيس مذهب. نائب عيس مذهب يا دكتور. ما منحل المشكلة يا دكتور رئيس. أنا بديش أنا معك وصلنا. ما منحل المشكلة بمشكلة أكبر. أستاذ عامر. ما منذهب إلى تفتيت البلد من خلال حتى نعطي حقوقنا للطائفة من الطوائف. أنا رح أعطيك حل يريحك. وهلأ بتوصل لو تلاقي حالك مبسوط. جواب. صدقا صدقا. حبيبي نحن قلنا إنه هذا اللقاء الأرثوذكسي هو أسباب موجبة. أعطيني القانون اللي بتريده بدك إياه بلا كبه. القانون اللي بتريده الذي يؤمن المساواة في التمثيل بين النصفين للمكونين الأساسيين في المجتمع اللبناني. وأنا معك. طب أعطيه يعني بديل. أعطيه بديل. أنا بفهم إنه هذا المشروع الذي تقدمتم به الى الراي العام اللبناني مش متمسكين فيه. لا لا وبالتالي لا لا وبالتالي لا لا الهدف هلا جيت تكتك معي انا بنظر استراتيجي. خلينا انا ما بتكتك بهالموضوع. انا ما متمسك فيه. انا ما بتكتك. انا مش متمسك فيه. انا متمسك فيه بمقدار ما انت متمسك ان تستمر بوضع يدك على المسيحيه. ارفعوا ايديكم عن البيئة المسيحية. اجا الطائف وانت لا يجوز استمرار الطائف وانت تحدثت شو قالت والمحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. انا هذا وهذا هو فلسفة الطائف اللي قام فيه. بس قانونك انت قانونك انت اذا طبق إذا خليني كمل خليني كمل دكتور الرئيس. اذا 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 طبق يفرز العدد بلبنان ونفتح مجال لتغيير الطائف للمثلث او المرابعه بين المسلمين والمسيحيين. هذا اخطر ما يكون فيه على المسيحيين في هذا القانون. هذا اللي بيعمل المناصفه الفعليه بالرغم من هذا كله. بقول لك انا
ما تجاوبني تكتيك، جاوبني استراتيجي. استراتيجي طبعا. انا بقول لك بحطه بعلقه مرحليا، ها علق، اعطينا البديل، اعطيني القانون الذي يؤدي الى المساواة في التصرف معك بحيث ان لا يبقى المسيحيون في لبنان مستولدين نواب بكنف الكيانات المذهبية الاخرى سنية وشيعية بحيث انه يفقدوا قرار ودور وشراكتهم الفعليه. طيب اعطيه الوصف البديل يا دكتور عامر. اعطيه الوصف يعني ما تكون سلبي، اعطيه بديل شو هو الذي يتيح للمسيحيين ان يكونوا فعلا اسياد انفسهم باختيار نوابهم. انا لا اتبنى شيء يعني مثلا في مشروع الخمسين دائره يقال حسب وضعه ان هذا يقال انا لا اتبنى انا لا اتبنى يقال انه هذا يحقق التمثيل المسيحي الصحيح. قد ايه بيجيب نواب مسيحيين صافيين؟ قد ايه بيجيب 50 40؟ خلينا نطرح هذه المشكله على نطاق البحث بين اللبنانيين، يتفقوا هذه القيادات ويجتمعوا يوصلوا لمشروع وطني مثل ما قال البطرك بشارة الراعي للواء انه نحن بدنا مشروع وطني، لا مشروع مسيحي ولا مشروع دكتور باروني ولا مشروع ارثوذكسي. هون مشروع الوطني ايه؟ هذا لا يلبي المشروع الارثوذكس، لا يلبي المشروع الوطني طيب. من لا توجه اللبنانيين ولا يحافظ على وحدة المجتمع اللبناني. طب دولة الرئيس لحظة قبل ما نقنع الدكتور عامر وتيار المستقبل ونواجه الله لا 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 وانا بيهمني تيار المستقبل بس عفوا خليني كفيلك قبل ما نوصل لهون. طب ما في اولويات. طب معلش مش لازم تقنع بالاول يعني شركائك بالطائفه بطائفه الروم الارثوذكس؟ يعني المطران عودي شو عم بيقول؟ لحظه خليني كفيلك. عم بيقول انه هذا المشروع يؤدي الى انفصالنا عن باقي مكونات لبنان بعد ما كنا نعيش طول عمرنا مع بعضنا البعض. اوكي وين اهلا لحظه فريد اول شيء وين اهلا نخلطه عنه جريده المستقبل وجريده اللواء. جريده اللواء اسمح لي بس خليني اجاوبك. بدك جواب او لا؟ اي طبعا طبعا. انا عملت اقتراحي كله لاستشرته على المستوى الشخصي. ما هل عمل لك يا هون الغلط؟ بس انا بدي خبره انه كل مطار يدت الكرسي الانطاكي مع المشروع. بس بدي اقول لك شغله، روق بالك ما تستعجل. والمطران عودي، المطران عودي عمل خطاب ادراس السنه بالكنيسه وقال فيه انا منذ ان اتيت لاخدم اهلي المسلمين، الان انا الاوان لكي افكر باولادي ومصالح الارثوذكس. هذا كلام نتم عليه التجاوز. وقلت لك انا ما بتكيس، تبه انا ما بتخبى ورا رجال الدين لحتى احكي بالسياسه. انا معيار الوطنيه بالبلد، ماني ناطر حدا يعطيني شهاده بالوطنيه وبالبراءه. انا الان بسؤال بس انت هذا السيد المطران الذي قلت لك وبقول لك وبعلنا على التلفزيون امضى 20 سنه اللي من ينتخب نوابنا، انا جيت اعطيه اقتراح له ينتخب نواب ونهايك. هلا في اقتراح تاني بس هو ضده. هلا هو ضده هو يرد عليه. انا قصدي انا ما بطلب من حد. بس اسمح لي شو اقول لك. يعني انا بعد ما خليتني كفي رسم الصوره، ميشيل المور انا مش أمبر. لحظه ميشيل المور اللي هو عميد الارثوذكس كما اسمته جريده الجمهوريه، كمان اكد بعد لقاء الرئيس ميشيل سيمان انه غير موافق على المشروع خوفا من نتائجه على حقوق المسيحيين. جواب صريح. مجدلاني النائب عاطف مجدلاني خائن كل من يمشي بقانون الفرنسي. شو بدي روق بالك شو بدي اسمي لك تسمي انا مكاري جوابي نائب مكاري. فريد مكاري بدك تجاوب نائب رئيس مجلس النواب. لا انا قصدي اقول لك ايه بالخلاصه بيهمني من كل هالاسماء اسم واحد لانه الباقيين مستولدين بكنف الاخرين. ما في فريد مكاري؟ ما في فريد مكاري. اعلمك انه عندما زاره وفد اللقاء الارثوذكسي ابلغوا تاييده للاقتراح ولا غير رأيه. لا ما بعرف سأله. تبه أنا بعطيك كلامها وفي 10 كانوا موجودين. طب ليه بدل رأيه؟ كنت أنا مفروض تعرض لضغط؟ لا ما بعرف. اقتنع إنه غلط. اقتنع. طب ميشيل المر. دولة الرئيس ميشيل المر الذي سمته جريدة الجمهورية عميد الطائفة الأرثوذكسية، نحن نؤكد على عمادته للطائفة وأقول لك أثناء اجتماعي فيه واقترح المشروع كان مؤيدا ومعجبا لهذا المشروع. شو عم تحكي؟ خلي يقول لا. ايش خلي يقول لا؟ انا اللي فرزك حكي خلي يقول لا. شو في وجهان يعني عند لذلك؟ تبي شغلي يعني شو عم بصير يعني؟ انا يعني شو تفسيرك؟ حقه روق بالك. انا بالموضوع كله ما يهمني هو التالي، ما فرقه معي مين بيأيد ومين بيأيد. كيف مش فرقه معي؟ انا فرقه معي الاسباب المشكله. يا استاذ دولة الرئيس الان تبدو معزولا ويتيما في الطائفه الارثوذكسيه. انت لا غلطان، عملت انتخابات بالطائفه الارثوذكسيه على مستوى لبنان؟
ولنشوف مين بياخذ الاكثريه الساحه بلبنان. ما تخلينا نقول انه عامله حتى للانتخابات يعني عمال انتخابات على قياسك عامله انتخابات على مستوى لبنان على قياسك على قياسك على قياسي على مستوى لبنان. لكن انت عم تقول هالكلام عم بيقول لي هو انت بس عمال انتخابات للارثوذكس على مستوى لبنان من النهر الكبير الجنوبي للنقوره وبنشوف ببين الخيط الاسود اكيد اكيد الارعى من النقوره اكيد اكيد بعد ما تمسكت بهالمشروع يعني قصدك بترشح يعني دكتور عامر اكيد لا مش احنا بدنا اياك نائب في البرلمان وترابي عيون طيار المستقبل ما بترشح يعني دكتور عامر قصدك تقول انه مشروع ليل فرزلي مفصل على قياس الفرزل 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 البلاد شو مستهول قياس الفرزل هيدي ضايعه مشروع الفرزلي على قياس الفرزل هاي ضايعه مقلع رجال هاي هيدي الانتماء إلا بتكون قد تنتمي للأرض المقدسة شو مخمن الفرزول انت والله ايه طبعا هاي معناتها باللغة السريانية يعني الحديد يعني الفرزل والفرزلة الفرزل والفرزلة طيب نديم جميل خلينا نبلش نديم جميل بقول لك هيدا قانون رسم غزالي قانونك مهضوم أحبيت وبس حكي عن كلوديا شفر مهضومك كلوديا شفر والتاني شو اسمها كلوديا شفر وأهلي إهمش لا خلينا نحكي شيء نحكي جد لا لا خلينا نبلش من الأخير يا لو خلينا نبلش طب لحظة لا ما ادعي ما اطلع من الكلام هذا خلينا نحكي كلام يعني لا لا لأنه مش بس النديم جميل نواب المستقبل عم بيقول له هيدا مشروعك انعكاس لإعاز سوري هيدا لمين لا انعكاس لإعاز سوري إذا كانوا السوريين مثل ما قال الأستاذ علي حميدي قانون بشار الأسد صفوا أبي فكروا كيف ينجوا 24 نائب للمسيحيين هذا شيء جيد لا بهمهم هن يفتتوا البلد شو بهمهم هن يحافظوا على وحدة البلد وانت المشهور والمعروف عنك انت رجل وحدوي رجل من العيش المشترك لك هاي كرمال وحدة البلد نعم اللي كنت عم تزقفني انت وغيرك وقت كنت عم نعرف تاريخك بس غيرت تاريخك ما بيجي لا ما بغير نحن ما بنقبل نحن ما بنقبل لك هالشيء ما خبرك شو تاريخ اليوم لم كل ثلاث ارباع اللبنانيين بيقولوا هذا مشروع تفتيتي ما فيش اي تتمسك فيه اي ثلاث ارباع اللبنانيين بتضلك تتمسك فيه لو انت الرئيس حتى اخر لحظة واسمع اكثر نحكي من الاخر واسمع على غيره مين اسمع اكثر من الان اسمع اكثر من الان وقت كانت ما يسمى المارونية السياسية عم تطلع النواب المسلمين كنت راس حربة النضال ضده هذا لا يعني انك تسمح لنفسك ان تحول المسيحيين الى تفليس نيابية تستولد نوابة وذمامة نيابية بكلف طيارك او طيار غيرك نحن تبي ارفع ايديك عن المسيحيين في لبنان وانا ما بدي شيء مين واضع ايده على المسيحيين في لبنان انت الواضع مين عبر سوء تطبيق اتفاق الطائف طبق اتفاق الطائف كما يجب اذهب الى التمثيل النسبي بين الطوائف اذهب الى التمثيل يطبق نحن معك يجب ان يطبق اتفاق الطائف انا ضد النسبي يا اما يطبق اتفاق الطائف يا اما تذهب الى الفدراليه طبعا انا بستمر استدعائي انا ما راح تعمل دوله انا فتتوا الى حتى المسيحيين بتفتتوا الى عده اقسام تبي شغلي هذا 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 المطلوب انا ما راح اقبل باسم المطلوب لبنان استدعائي حتى لو اغرقتني وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري المسيحيين لن اقبل حط براسك في طريقه وحيده وضع قانون متوازن متوازي ينتج الطوائف بعضها بعض انا حاضره بس على قاعده المساواه بين المسلمين والمسيحيين على قاعدة تجي بتقول انا ما بقبل بالنسبيه بظل وجود السلاح يعني شو يعني بدي اكثريه نظام اكثر يضل المنطقة السنية اخدها طيار المستقبل المنطقة الشيعية اخدها حزب الله وامل تعاونا نتقاتل ببعضنا عبيادر الضيعة اللي اسمها البيئة المسيحية وبنجي بنوزع ذمامة النيابية على مختلف الطوائف حلو حلو والله هيدي اذا قلت لا بديش اياها اصبحت تفتيتي اما اذا سكت عنا وسكت على اذلال اهلك واستتباعهم وتهميشهم والتآمر عليهم هذا يعتبر تقسيم للبلد لا ليسوا لا المسيحيين لا. ليسوا ابناء ذمي بهالبلد لا لا. هم شركاء اساسيين انا كنت اجى الطائف اجى الطائف نعم معك أنا نعم معك أنا حق انه هذا الطائف يجب ان يطبق حتى الان لم يطبق نحن مع تطبيق الطائف ونحافظ على الشراكه بين المسلمين والمسيحيين هذا الكلام يتناقض مع كلام البطل الطلاعي اللي بيقول الشركه والمحبه في لبنان مش ما بيقول التقسيم والتفتيت انا عم بحكيك بهي بطرك نوقف مع فاصل دكتور رئيس شو اي بطرك كيف اي بطرك راي البطرك راي قالوا عليه ابي الموضوع
ما له عليه هذا الموضوع. البطرك الراعي حكي ببيان اختم بجملة رسمي طلع وقال ان اللقاء الارثوذكسي اساس للنقاش من 7 أشهر. بجملة بس بجمله واحده نوقف مع فاصل. انا بقول لك بلا ها اذهب الى تطبيق الطائف تطبيق صحيح ودقيق نصا وروحا. نحن معك نصا وروحا.